الحمد لله. ترى المشاهير أصناف. بعلمك في مشهور، في مشهور رجال، بس اسم رجال، اسم رجال. أنا أقول لك إيش مشاهير ليش تعرض من موضوع الحسد، لكنه في منهم رجال. في منهم رجال أخوة. يعني أعطيك اثنين بس يستاهلون ذكر يعني ما عندي مشكلة. عزوز ثامر. ونعم رجل 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 وبار في والديه ترى. رجل. الله يجعل أبوه في الجنة ويطول عمره والدته. رجل. وأبشرك إني عد أم أمي. نسيت أعلمك المعلومة. أمنا كلنا. ما واحد من قام. أمنا أمنا. حطيتها مقام. لا تدخل في خطي الحين ومن يمد تحت الطبيب. أوضحك عزوز سامر. أنا قال أنت ما تمدح أنا مدح. متأكد إني بعطيك تصريح حصري. إيه. وأنا هو صديقي وتواصل بيني وبينه أسبوعيا. أنا شبه. تأكد إني الحين أزحت عن يزيد 60%. باقي له 40% عزوز سامر وأقضي علاقته مع يزيد. وهذا من خلال برنامج. يعني طلع حقود يعني ده طالع. لا أزحف عن يزيد. أزحف عن أبوي. ليش تزحفه؟ أزحف عن أبوي لأنه صديق. ومقرب غالي عنده تو كان ابوك امه امه والحين قاعد تفتكر شيء اتكلم عنه لكن هو صديق واخو هذا التجار ازحفه شوي هذا التجار مشكلته يطول لي عمرك يسلمك شغل تحضين انت شغل محمد نور لا لا تاجر صيد لا طال عمرك شغل بعد المولد طال عمرك راجعك مقصيه الله يشفيه ويعافيه يطول لي عمرك يوم انك ذكرته الله يشفيه ويعافيه كل مسلم بعد المولد يقومه في السلامه يطول لي عمرك فهد المولد وعزوز ثامر وغيره ونعم ونعم قلت لك في مشاهير رجال نعم وفي مشاهير بس يرجع